عندك أستاذ محمد اليوم يزور رئيس مجلس السيادة ونائبه مدينة الفاشر في دارفور. برأيك ما هي الرسائل التي تحملها هذه الزيارة؟ حقيقة زيارة السيد رئيس مجلس السيادة إلى الفاشر تأتي في إطار ما يعانيه الإقليم دارفور عموما، وباعتبار الفاشر هي عاصمة الإقليم. يعني هذا الإقليم ظل يعاني مشاكل أمنية متعددة، وللأسف الشديد منذ اتفاق السلام في 2020 لم ينعم هذا الإقليم خيرات السلام، ولما يزغ طعم الأمن والسلام وظل الإقليم هذا ينزف جرحا عميقا من خلال صراعات عديدة ومتعددة أطرافها قبلية والبعض الآخر في إطار الصراع الموجود داخل الإقليم ما بين الحركات المسلحة نفسها وبعض مؤيديها في الإقليم. فلذلك تأتي الزيارة في إطار محاولة للملمة يعني ما يعانيه الإقليم من إشكالات متعددة في هذا الجانب، وهذه الإشكالات التي راح ضحيتها عدد كبير جدا من الأبرياء الذين لا علاقة لهم ولا ناقة لهم ولا جمل في الصراع. وأيضا يشهد الإقليم توترات قبلية ما بين أطراف متعددة منذ فترات بعيدة، وفي أما قريب كانت هنالك صراعات قبلية داخل مدينة الفاشر نفسها وداخل مدينة وفي مدينة الجنينة وفي بعض معسكرات النزوح في الإقليم. فالزيارة تأخذ طابعا أمنيا بحتا في إطار البحث عن يعني حلول وإشكالات متعلقة بالأمن في هذا الإقليم. نعم،